ازيك يا كريم، عامل ايه؟ الحمد لله. ذاكرت الجزئية اللي خدناها امبارح؟ طيب حليت عليها حاجة؟ انت معاك كتاب اصلا؟ معاك نفس الكتاب ده؟ ايوه، طب كويس جدا. ايه الأخبار؟ في أي حاجة وقفت قدامك؟ لا كله سهل. تمام ماشي. طيب خلينا نبدأ في ليسون 2 اللي هو هيتكلم لك بقى شوية عن السويل عامة. ليه احنا قلنا ان السويل not a basic needs for the plant، مش احتياج اساسي للنبات، يعني ممكن النبات ينمو من غيرها. ف نبدأ كده بالسؤالين دول. اللي هو بيقول لك plants need water, air and sunlight to grow. صح. تمام صح. طيب soil is not a basic need for plants to grow. صح. صح برضه. تمام. طيب ندخل بقى الجزئية بتاعتنا عشان يثبت لنا فعلا ان في نباتات بتنمو من غير soil. فراح جاب هنحاول ان احنا نعمل germinate، يعني هننبت هنزرع some seeds، شوية بذور كده، في wet paper towel، في يعني في منديل كده او قماشة مبلول. وهنعمل ايه؟ measure their growth and then compare their growth to the growth of other seeds which are placed in soil. يعني هنجيب شوية seeds كده بتوع بين مثلا فول، ونزرع جزء منهم في paper towel وتبقى مبلولة طبعا، ونزرع شوية منهم في soil عادية، ونقارن، نعمل كومبير بين الجروث بتاع ده والجروث بتاع ده. نقارن بقى بين اللي بينمو في السويل وبين اللي بينمو من غير سويل. فراح جاب الادوات اللي عندك ديت: بلاستيك كاب كونتين بوتنج سويل، جاب بلاستيك كاب فيه سويل طبيعية، وجاب بيبر تاول، وجاب 6 بين سيدز، جاب 6 بذور من الفول، جاب كمان بلاستيك بليت ووتر ومتريك رولر وشريط متري أو مسطرة مترية. عمل ايه؟ بل أول حاجة use the water to wet the paper towel. بل المناديل اللي كانت معاه تمام. بالووتر. بعد كده راح قسم البذور. احنا كان عندنا 6 seeds، حط 3 منهم في التاول ديت، وراح غطاها بالنص المنديل التاني، يعني حطهم على نص وغطاهم بالنص التاني، وحطهم فين؟ في البلاستيك بليت، حطهم في طبق البلاستيك وهم ايه قدام الشمس كده، عشان هيديهم كل حاجة بالظبط زي النبات التاني. النبات التاني هياخد سن لايت وهياخد اير وهياخد ووتر اللي في السويل، والنبات ده برضو اللي في التاول هياخد برضو سن لايت واير ووتر. بعد كده بدأ يحط الثري سيدز التانيين في الكب بقى اللي هو containing potting soil. بدأ يعمل كده، راح حط الاثنين بقى في مكان واحد بالشكل ده قدام السن لايت عشان يحصلوا على السن لايت، وبدأ ان هو يديهم الووتر ريجيلاري لمدة كام يوم كده. بدأ ان هو يقارن بقى بين الجروث بتاع كل واحد فيهم، يقيس طول النبات بتاع كل واحد فيهم بالشكل ده. هيلاقي ايه؟ قالك في اول ايام، اول كام يوم كده، هيلاقي ان ال initial growth of the seeds placed in paper towel is similar to the that in that of the seeds planted in the soil. يعني في اول كام يوم النمو البدائي، يعني بداية النمو بتاعة البذور اللي كانت محطوطة في البيبر تاول في المنديل كانت زيها زي اللي كانت محطوطة في السويل بالظبط. لكن بعد كام يوم لاحظ ان السيد الموجودة في السويل بتنمو grow quickly than السيدز اللي جوه التاول، يعني ديت مش هتبقى أبطأ من دي في النمو بتاعها. لا بعد 14 يوم، لان دي كبرت خالص كده ودي يعني لسه بتحاول تكبر وبتحاول تنمو. تمام. تمام.
طيب ده بالنسبة للسويل والسبب فيها، او يعني ليه احنا بنستخدم السويل اكتر من ان احنا نستغنى عنها. هي ينفع نستغنى عنها بالمنطق اللي احنا قلناه طبعا، بس يفضل ان احنا لو مستعجلين او عايزين الحاجة تطلع افضل هنعملها طبعا في سويل طبيعي. عندنا كده نوتس ان البلانتس كان grow in hydroponic system instead of soil. في كمان حاجة اسمها hydroponic system ممكن نستخدمها بان احنا نزرع فيها بدل ما نزرع في السويل. طب يعني ايه hydroponic system؟ الهايدروبونيك سيستم ده بيبقى عبارة عن مكان full of water، بيحتوي على مية. مالها المية دي؟ contain the important minerals of the plant to grow. في حاجات أساسية بيبقى محتاجها البلانت ياخدها من التربة، زي المينرالز، المعادن، النيوترينتس اللي قلناها امبارح. فهم استبدلوا التربة دي بحاجة اسمها هيدروبونيك سيستم. ده مكان بيبقى فولد أو فول أوف ووتر، مليان مية، والمية دي جواها الامبورتنت مينرالز اللي النبات عايزها to grow. تمام، تمام. عرفت يعني ايه هيدروبونيك سيستم؟ تمام. يبقى السؤالين دول بقى the presence of soil is necessary for seeds in their initial growth. صح. صح. في الانيشال growth. ركز كده واقرا السؤال تاني. the presence of soil is necessary، ضروري جدا، يعني من غيره مش هيحصل نمو. لا غلط. يبقى غلط. طالما كلمة necessary يبقى غلط. When being seeds grown in a wet paper towel، لما بنحط البين سيدز ونزرعها في البيبر تاول، they need soil after a while. يعني هيحتاجوا في وقت ما، هيحتاجوا ان احنا ننقلهم لسويل ولا لا؟ احتاج. بالظبط كده. يبقى هما بيجوا في وقت معين كده ولازم بقى خلاص ننقلهم للسويل عشان يكملوا النمو بتاعهم بطريقة أفضل. ده كده lesson 2 ويعتبر خلصنا بسرعة لأنه ما فيهوش غير كام كلمة كده متكررين أصلا من امبارح. فتعالى بقى نحل عليه عشان ندخل على طول على lesson 3. يلا. When the plant seed begins When the plant seed begin to grow and make spores, the process is called برافو، جيرمينيشن. جيرمينيشن يعني انبات، يعني هي هتبدأ بقى ان هي تكبر، هتبدأ تكبر، دي يعني جيرمينيشن او انبات يعني. طيب يلا اللي بعديها. Had you been معاك. معاك يا بنتي. hydro pipe system should be full of water and minerals to help the plant grow. برافو عليك. تمام. If we put some bean seeds In a light, it may imagine a wet paper with paper towels. تمام. in the presence of sun and water, the seeds change direction of at the beginning of growth without the need of روتس. Rocks. In the presence of sun and water, the seeds can germinate at the beginning of growth without the need of a rocks. برضو سوي soil. سوي سوي زايد سوي شكلك لسه نايم. طيب
At the beginning of germination, تمام. some beans said they can grow without soil or sunlight. غلط. تمام، لأن السن لايت ده ضروري جدا. If we put the plant seeds in a place connection كورنيشن. materials and connecting minerals and water, it will grow. إيه صح. صح. All seeds need soil in it. In Initial. initial process. صح. لا، الانيشال جروث بالذات، الانيشال جروث، فاكر لما كنا قلنا ان في الانيشال جروث اللي كان في البيبر تاول طلع بنفس سرعة او نمى بنفس سرعة اللي كان في السويل، بعد كده بعد الانيشال جروث ما يتم، بعد ما عدينا كام يوم بقى كتار جدا، لقينا لا بقى ان هو اللي في البيبر تاول كان بيجي سلولي عن اللي فين، اللي في الصويل. فبالنسبة للانيشال جروث احنا مش محتاجين صويل، فهمت؟ يبقى غلط. يبقى غلط. يلا، The seeds that are put in a soil full of water and minerals can grow slower than the seeds that are put in a wet paper towel. يعني السيدز المحطوطة غلط. في السويل غلط. برافو، غلط، لأن هي بتبقى كويك. Faster than برافو. طيب after many days، after many days the growers of plants need in a pot connecting soil is similar to the growth of plant seeds in a wet paper towel. غلط. غلط طبعا، لان هنا احنا بافتر ميني دايز، فميني دايز خلاص الانيشال جروث خلص. تمام، برافو تمام. عليك يا كريم. طيب لو بصينا للاوبزيت فيجر ده وقلنا نشوف البروسيس دي كولد جيرمينيشن ولا فوتوسينثس ولا ريسبيريشن. called germination. Germination. Seeds of Seed plant will need water. water. لا، هو بيقول لك ايه، to complete its growth after many days، عشان يكمل. ما هو كده كده عنده water دلوقتي، هو كده كده بنحط له water، بس بعد many days هيحتاج ايه بقى عشان يكمل النمو بتاعه ويكبر؟ سوري سوري. سوري. تمام، طيب تمام، برافو عليك يا كريم. What happened if we put a seed of bean in a soil؟ أو حطينا seed of a bean in a soil. It grow faster than water. It grow faster. تمام. We put a bean seed in a wet paper towel for more than 2 months. لو حطيناها في wet paper towel وسبناها أكتر من 2 months. It can't, it don't grow because he won't soil. It won't soil. تمام، برافو عليك، لأن هي هتبدأ إن هي تخلص بقى الـ initial growth بتاعها عادي جدا، بس هتيجي في وقت معين ما محتاجين إن احنا ننقلها to complete its growth، عشان تكمل النمو بتاعها. طيب look at the following figure then complete the following sentence. عندنا هنا سويل figure A. وفينجر ايه وفينجر بي. ماشي. The seeds in نقط grow faster than those in not.
فيجر A ولا B اللي faster؟ ايه فيجر A faster than and figure B. طب seeds in figure B should be transferred انت سوري into soil to complete its growth. برافو عليك. طيب ندخل بقى في lesson 3، وهو برضو سهل جدا. هتلاقي ان احنا اللي بنقوله انا مديك فكرة عنه، انت برضو عندك افكار كده ما شاء الله عليك، فهتلاقي الدنيا سهلة جدا. طيب بالنسبة لليسون 3 فهيتكلم لك عن بقى البيزك نيد. مش احنا قلنا ان البيزك نيد السانلايت والووتر والاير؟ طيب هيجرب بقى يحوش السانلايت من بلانت معين ويشوف ايه اللي هيحصل. زي الشكلين دول، جاب بلانت A وبلانت B. بلانت A زي ما انت شايف كده بيتعرض عادي للسانلايت، اما بلانت B مغطينه بحيث انه يدخل له هواء، يدخل له الاير بس ما يدخلوش سان لايت. طب تفتكر ايه اللي هيحصل؟ مين او مين مثلا اللي هينمو احسن؟ بلانت بي دونت grow جرو don't grow. وحتى لو نمى مش هينمو زي ايه، صح؟ يعني ايه هنا هيبقى grow بطريقة أفضل. لكن ورون الشجرة بتاعته هتبقى غير بلانت ايه. برافو عليك. فالبلانتس عشان تعمل their own food من خلال عملية اللي هي photosynthesis process. ايه هي بقى الفوتوسينثيس بروسيس اللي احنا عمالين نقولها من زمان دي؟ لازم نعرف الديفينيشن بتاعها. فوتوسينثيس بروسيس هي عبارة عن بروسيس through which اللي من خلالها plants use the energy in sunlight to make their own food. اللي من خلالها النباتات بتستخدم الطاقة اللي جاية لها من ال sunlight عشان تعمل بيها their own food. يبقى الفوتوسينثيس بروسيس عبارة عن بروسيس through which plants use the energy in sunlight to make their own food عشان نعمل بيها الغذاء بتاع النبات. فاكر الغذاء بتاع النبات عبارة عن ايه؟ nutrients, water, ايه لا sunlight قصدي الغذاء اللي هي بقى بتعمله. اللي هي بتعمله sugar والأكسجين. برافو. types of sugar وكمان realized oxygen gas. برافو عليك. طيب ال green plants عامة use their leaves to collect sunlight and carbon dioxide from the air. احنا عارفين ان اي بلانت فيه روتس وفيه ستم، في هنا روتس وفيه ستم وفيه ليفز هنا. اللي بياخد من هنا بياخد سان لايت، اللي هي الليفز طبعا هتاخد سان لايت وهتاخد كمان كربون دايوكسيد من الاير، صح؟ تمام. جوه بقى الجرين بلانتس ديت الصن لايت allows carbon dioxide to combine with water to make sugar. يعني جوه الورق الاخضر ده دخلنا صن لايت ودخلنا اكسجين. الصن لايت اللي دخل ده بيخلي الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، كربون دايوكسيد، بيخليه كومباين يعني بيتحد مع مين؟ مع الووتر، عشان هما والنوترون الاثنين يعملوا لنا شوجر وطبعا هيطلعوا اكسجين بعد كده which gives the plant the energy it needs to grow. فالنبات بقى يروح مستخدم الشوجر اللي طلع ده عشان يديله الانرجي اللي هو عايزها عشان يعمل بيها ايه؟ رو، عشان ينمو بيها. فهمتني؟ يبقى ال leaves بت collect the sunlight and carbon dioxide from the air. Inside the green plants، جوه ال green plants بيحصل ايه؟ ال sunlight allows carbon dioxide to combine with water. ال sunlight بيسمح لل carbon dioxide ان هو يتحد مع ال water عشان يطلع ايه؟ شوجر واكسجين.
الشجر ده النبات بيستخدمه ليه؟ which النبات بيستخدمه the to energy. in to get energy to grow. برافو عليك. كمان في اي حاجة صعبة في الجزئية دي؟ اعيد لك تمام اي؟ يا ميس، فاهمة. تمام، برافو عليك. طيب دلوقتي بقى احنا هنعمل اكسبيرمنت كده عشان نعرف تأثير اللايت اون بلانت جروث. يعني هنعمل تجربة، زي ما عملنا كده مرة زرعنا في السويل، مرة زرعنا في التاون من غير سويل، ونشوف ايه اللي هيحصل. المرة دي بقى هنزرع مرة واللايت موجود، ومرة واللايت ده مش موجود، ونشوف ايه اللي هيحصل للجرمينيشن او للسيد عامة. فجاب 2 بلاستيك كابس، وجاب 2 بين سيدز، وجاب بذرتين فول بس، وجاب بوتنج سويل تربة، وجاب كمان ووتر. الاثنين هم زي بعض، الاثنين في سويل، والاثنين هنحط لهم ووتر، والاثنين كل واحد فيهم خد 1 سيد بس. حطهم بالشكل ده، وراح مغطي واحدة فيهم عن الضوء. شايف؟ ضلم كأنه قفل الشباك اللي قدامها ديت عشان ما يخليهاش ايه ريسيف لايت، ما خلاش تاخد اي ضوء. وسابهم مثلا 2 ويكس بس، كان بيسقيهم ريجولاري، كان بيحط لهم الميه بانتظام، يحط لدي ميه ويحط لدي ميه، نفس يعني نفس كل حاجه. بس الفرق ان في واحده فيهم اللي هو البلو كاب ده ما كانش بيجيله سان لايت، اما الريد كاب كان بيجي له طبعا سان لايت. فهنلاحظ ان after 2 weeks the plant in the red cup، البلانت اللي محطوط في الريد كاب grew taller than the plant in the blue cup. معايا؟ ايوه يا ميس، تمام. علشان هو يا ميس مش عارف يعمل فوتوسينثس بروسيس غير ما هو في الظل. لان احنا اصلا كنا محتاجين السان لايت، ده هو اللي كان هيدينا الانرجي اللي هنصنع بيها الشجر. ما جاش الانرجي دي، ما جاتش، يبقى طبعا هو مش هيعرف ينمو، صح كده؟ لان ده طلع اطول من ده. ليه؟ لان ده معاه سان لايت، لكن ده معهوش سان لايت عشان يطلع بيه. تمام. طبعا هنلاحظ كمان حاجة تاني، ان البلانت اللي في الريد كاب ده اللي هو عنده سان لايت، هنلاحظ عليه ان هو الورق بتاعه لونه جرين كلر كده، عنده دارك جرين كلر، لونه اخضر كده وزاهي وظاهر. اما الكاب التاني لا، فهو عنده سمول ليفز، ورقه صغير، وعنده بيل جرين كلر، يعني عنده ورق اخضر برضو بس شاحب كده، تحسه تعبان، مش شغال كويس. الجرين بتاعه باهت جدا كده، مش واضح زي ما انت شايف. يبقى عشان كده احنا قلنا ما ينفعش يبقى فيه بلانت ينمو without light. يبقى اللايت ده عبارة عن basic need of the plant، شيء ضروري زيه زي الووتر، وزيه زي الاير، وزيه زي النيوترينتس. ما ينفعش حاجة منهم تختفي، ما ينفعش النبات grow without any of them. ما ينفعش ينمو حاجة فيهم من غير حاجة من اللي أنا قلتهم دول، سواء light، سواء water، سواء air أو nutrients. تمام. And the absence of light, plant can make their own food. غلط. غلط. When a plant grew in light, its leaves become pale green. غلط. غلط برضه. بيل جرين دي يعني شاحبة، وهو بيقول ان هو في اللايت، يبقى ليه هتطلع شاحبة؟ تمام. البلانت ستراكتشر بقى، تركيب النبات في الاكتيفيتي ده، احنا هنتعلم شوية اجزاء كده من النبات، بلانت بورد، and how different plant structure help plant survive. ازاي بقى التراكيب المعينة اللي جوه النبات دي بتساعده ان هو يفضل سيرفايف، يفضل عايش ويحافظ على حياته. فاحنا قلنا طبعا ان البيزك نيدز كل الكائنات الحية، مش النبات بس، all living organisms have basic needs
that they must meet to survive. يعني أنا محتاجة الوتر، محتاجة الإير، محتاجة الفود، الثلاثة دول من غيرهم الهيومن هيموت، صح؟ صح. ونفس الكلام برضو محتاجة مين؟ البلانتس، البلان كمان الانيمال محتاجين ووتر، محتاجين فود، محتاجين اير. فكلنا عندنا بيزك نيدز مش بس البلانت. فبالتالي الهيومن نيد محتاج ووتر، محتاج اير، محتاج فود تو ليف، وايل بلانتس نيد ووتر اند اير تو سيرفايف. البلانتس مش محتاجة فود، لكن هي محتاجة ووتر واير. والبلانتس والهيومن هنا بيختلفوا عن بعض في ايه؟ are very different. طب ليه هما very different؟ لأن النبات أو plants use sunlight to make their own food، بيستخدموا ضوء الشمس عشان يعملوا بيه their own food from air طبعا and water. لكن الهيومن بياخد الغذاء بتاعه منين؟ اليوم بياخد من ما بيبقى اللاي ياكل، صح؟ اه يبقى ال human get their food from plants and animals. احنا لما بنيجي ناكل بنتغذى على ايه؟ بنتغذى يا اما على نباتات يا اما على حيوانات. فاحنا كده مش بنعمل الغذاء بتاعنا، لا احنا بنعتمد على غيرنا في الغذاء. لكن النبات لا، مكتفي كده بالمية وبالهواء وبالسان لايت، وبيبدأ ان هو يصنع غذائه بنفسه جوه جسمه. احنا بنضطر ان احنا نستعين بالفود، ناخد الفود بتاعنا عشان نحصل منه طبعا على الانرجي اللي احنا محتاجينها. تمام. طيب البلانت ستراكتشر ده، بلانتس روتس ابسورب ووتر اند نيوترينتس فروم سويل اند كاري ذم تو ذا ريست اوف ذا بلانت. احنا قلنا ان احنا عندنا اي بلانت مكون من روتس وستام وليفز. الروتس بتعمل ايه يا كريم؟ الروتس بتعمل ابسورب للووتر والنيوترينتس from the soil وتوديها لمين؟ وستم بتوديها للستم او بتوديها عامة للريست اوف ذا بلانت. تبدأ بقى الووتر والنيوترينتس ديت move up the plant system through tubes or vessels. ثانية واحدة يا كريم خليك معايا. اه يا كريم معلش يا حبيبي. تمام. فاحنا عندنا هنا بعد ما الروتس امتصت او absorbed the water and the nutrients from the soil، وديتها بقى للجزء اللي فوقيها للستم، تبدأ بقى الووتر والنيوترينتس ديت ان هي تعمل ايه؟ move up the plant system، تبدأ ان هي تتحرك لفوق في ال plant system. طب بتتحرك لفوق فين؟ في او من خلال ايه؟ من خلال تيوبس، انابيب كده بالشكل ده. الانابيب دي او التيوبس ديت اسمها ايه؟ او فيزلز يعني اوعيه، اسمها ايه؟ اكزيلم. اسمها ايه كريم؟ كريم ما جايز طيب. يبقى الفيزلز اللي بيحصل فيها ان الووتر والنيوترينتس
move up اسمها ايه؟ exilem، اللي هي ديت جوه، بتبقى موجودة جوه مين؟ جوه السم. جوه الستم. يبقى ديت عبارة عن smaller vessel of exilem connect the stem to leaves. وفي بقى من دول، في من الفيزلز ديت الاكزيلم فيزلز، في منها فيزلز تانية بس صغيرة شوية. تروح الفيزلز الصغيرة شوية دي توصل بقى بين الستم وبين الليفز اللي عندنا، لأن ده لازم يوصل لكل أجزاء النبات. روح هي بقى موصلاه بين الستم وبين الليفز اللي عندنا. فهمت؟ تمام. يبقى لازم نفرق بين مين اللي بينقل الووتر والنيوترينتس ومين بينقل الحاجة تانية، هقولها لك دلوقتي. يبقى الاكزيلين دي بتعمل move up أو بتنقل الووتر والنيوترينتس from the root to other parts of the plant. طبعا عندنا هنا ال plants leaves get their need of water and nutrients from soil with the help of plants root. بمساعدة مين ومين؟ ال plants root، ايه؟ بذور النبات، وال exilem and the plant system، وكمان smaller vessels اللي هي الأوعية الصغيرة جدا من الإكزيلم، كأنها أوعية إكزيلم كده بس صغنونة، بتوصل بين بقى الستم والليفز. تمام، فهمتها؟ تمام يا ميس. تمام. طيب إيه، احنا عارفين ان الليفز بقى هتعمل ايه؟ هتبدأ ان هي تعمل كولكت للسان لايت، وتاخد كمان من الاير ذا كربون دايوكسيد. هتعمل ايه بعد كده؟ هتبدأ ان ذا اير طب الاير ده بيدخل، الاير ده هيدخل ازاي للليفز؟ لان احنا عارفين ان الاير that the plant need moves into leaves through tiny opening called stomata، اللي هي ديت عندنا كده فتحات صغيرة جدا في الورقة، احنا مش بنشوفها بعينين، بس اي ورقة شجرة لازم يكون فيها الاستوماتا ديت، اللي هي ايه؟ فتحات صغيرة جدا بالشكل ده. لما كبروها عن الميكروسكوب شافوها الفتحات ديت بتبقى عبارة عن تيني اوبننج، فتحات صغيرة جدا، او بيبقى اسمها مثلا بورز، نسمات. بتعمل ايه؟ بتبقى موجودة على ال surface of the plant leaves، بتبقى موجودة على سطح الورقة that allow gases to move into and out of the plant. دي اللي بتسمح للنبات ان هو ياخد air او يطلع air. يعني هو بياخد كربون دايوكسيد فهيدخل من خلال ال stomata. عايز يخرج اكسجين زي ما قلنا هيخرجها برضو عن طريق نفس ال opening دول. ده بالنسبة لل leaves. طيب عايزين بقى نكمل ده. complete the following sentence. يلا ابدأ كده. Their food from plants and animals. Humans برافو. absorb water from the soil and carry it to on the another parts of the plant. From soil. Roots. Roots. Use sunlight to make their own food. Plants. Plants. Water and nutrients move up the plant stem through vessels known as exile. Brave. The plant leaves have tiny opening called stomata. برافو عليك.
تمام. Sunlight and the carbon dioxide gases are collected by plants to make its own food. Leaves. برافو. The plant produces through photosynthesis that gives it the needed energy to grow. Sugar. شكر. تمام. The roots of a plant absorb from the soil to help it grow water. تمام طبعا. Without the plants can't grow well. Without sunlight, the sunlight. plant the tubes that are responses for moving responsible. water responsible for moving water and nutrients up the plant stem are called xylem. Stomata are present on a plant to allow air to allow نمبر 7. Stomata are present on plants A to allow air to pass through it. air to pass through it. Stems. ايه Stems. لا 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 مش يا راجل؟ leaves leaves leaves. الاستمانة موجودة على الليفز دي. can make their own food plants and some animals. لا، مفيش اي انيمال ينفع يعمل their own food. كل الانيمالز بتتغذى على حاجات تانية، هي البلانتس Plants. only بس. All of the following minerals can reach the plant's leaves itself. Soil. except soil. ماشي. بص يا كريم، تقريبا الميتنج هيقفل علينا، او ممكن يقفل يعني، فانا عايزاك بقى طالما معاك الكتاب ده ابدأ حل باقي الاكسرسايز بتاعت الليسون 3 ده، وابقى ابعتها لي على الجروب. تمام يا ميس، تمام ماشي. لو احتجت اي حاجة انا معاك في اي وقت. ماشي، تمام. نكمل لغاية لما الزوم يقفل، مش عارفة هو يقفل ولا لأ، بس انت عشان تلحق بقى السيشنز بتاعتك التانية. تمام. ايه ده، احنا الوقت بتاعنا خلص. تمام، تمام. يلا سلام عليكم.